السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع مع المهام الأدائية في الدراسات الاجتماعية. تعالوا يا أصحابي نشوف كده مع بعض المهمة الأولى. بيقول لي السؤال الأول: أمامك صورة لإحدى السلطات الموجودة في الدولة، أجب عن ما يلي، اللي هو رقم واحد يمثل مجلس النواب، اللي هو احنا دلوقتي الصورة دي لمجلس النواب المصري، بيمثل مجلس النواب المصري السلطة ايه يا ولاد؟ السلطة التشريعية اللي هي بتشرع القوانين وبتحط لنا القوانين في الدولة، فبنقول السلطة التشريعية. طيب ايه مهمة هذه السلطة؟ مش احنا بنقول بتشرع القوانين او بتحط لنا القوانين، اللي هي سن القوانين، يعني وضع القوانين اللي بنمشي عليها في البلد كلها. تمام، يبقى نقول السؤال رقم واحد واثنين تاني: يمثل مجلس النواب سلطة ايه؟ تشريعية. طيب مهمة السلطة التشريعية دي ايه؟ هي سن القوانين. رقم ثلاثة: يتم اختيار أعضاء هذا المجلس. ازاي؟ تعالوا نشوف كيف. بنقول يا ولاد إن 95% من أعضاء المجلس دول بيجوا عن طريق انتخاب، عن طريق الشعب، الشعب اللي بينتخبهم، والرئيس له 5% منهم يعينهم الرئيس بنفسه. تمام، نيجي نقولها تاني: أعضاء المجلس ده اللي بيبقوا جوه المجلس دوت، الناس اللي بتبقى جوه المجلس دول والأعضاء بتوعه بيجوا عن طريقة 95% بينتخبهم أعضاء اللي هو الشعب اللي بينتخبهم. 95% من الأعضاء بينتخبهم الشعب، والرئيس له 5% يعينهم. تمام، في قسم يا ولاد أو زي حلفان كده بنحلفه. تعالوا نشوف كده اللي هو في مجلس النواب دول بيحلفوا ويقولوا إيه: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ده القسم اللي بيقوله الأعضاء اللي في مجلس النواب لما ييجوا يتعينوا في مجلس النواب. هذا القسم الذي يقسمه مجلس النواب قبل ممارسة مهامه في مجلس النواب، من خلاله أجيب ما دور العضو. طيب أنا أقسمت القسم دوت وأنا جوه مجلس الشعب، طب دوري إيه؟ بعد ما أنا حلفت بقى القسم دوت أعمل إيه؟ يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، والموازنة العامة للدولة، ويراقب السلطة التنفيذية. طبعا ما فهمناش حاجة، تعالوا نقسمها. مجلس النواب دوت ليه سلطة ايه؟ تشريعية، اللي هو يشرع القوانين. تمام، وبيحط كمان الخطة العامة للتنمية، بيحط الموازنة العامة للدولة، وبيراقب السلطة التنفيذية. نحفظهم واحد اتنين تلاتة كده. بيضع الخطة العامة للتنمية والموازنة العامة للدولة وبيراقب السلطة الايه؟ التنفيذية. رقم خمسة: في رأيك ما أهمية وجود هذا المجلس في الحياة النيابية؟ ايه أهمية إن يبقى في عندنا مجلس النواب؟ مش احنا بنقول سن القوانين، وضع قوانين نمشي عليها عشان كلنا نلتزم بيها، واللي يخالفها يتحاكم. فاحنا هنقول اهو: إصدار القوانين وتمثيل جميع فئات الشعب، يعني كل الناس الأعضاء اللي بيبقوا تحت مظلة مجلس النواب دول بيتكلموا بلساننا، اللي احنا عايزينه هم بيقولوا. تمام كده؟ الأسئلة بتبدو إنها صعبة، لكن لا، إحنا لو حفظناها واحدة واحدة كده. طب نراجع كده مع بعض. مجلس النواب اللي إحنا شايفينه في الصورة، الصورة بتاعته دوت، بيقول يمثل السلطة إيه؟ التشريعية. مهمته إيه؟ سن القوانين. طب بيجي إزاي الأعضاء بتوعه؟ هنقولهم على قسمين: 95% الشعب اللي بينتخبهم، تمام؟ 5% الرئيس اللي بيحطهم، تمام؟ في قسم هنا قبل ما النواب دول بيتعينوا بيقسموه وبيحلفوا ان هم يحافظوا على البلد وعلى الوطن وعلى سلامه اراضيه وعلى الدستور وعلى القانون. ده القسم اللي احنا قلناه. تمام، هنا بنقول بعد القسم: طب ايه دور العضو اللي بيبقى تحت مجلس الشعب الانساني اللي احنا بننتخبه بقى هناك دوت ويكلم بلساننا؟ بيكون دور المجلس هناك وضع الخطه العامه للتنميه وموازنة العامة للدولة، وبيراقب السلطة الايه؟ التنفيذية. طيب ايه رأينا بقى ان احنا لو أهمية ايه المجلس ده؟ ان يكون في مجلس للنواب عشان إصدار القوانين وتمثيل جميع فئات الشعب.
عايزين نقراه تاني كويس كده هتلاقوه سهل جدا. نخش بعد كده على الايه، السؤال التاني. السؤال التاني بيقول لي في ضوء دراستك لنظام الحكم في مصر، تمام، نظام الحكم في مصر، في عندي السلطات الثلاثة، ايه هما السلطات اللي هي الدولة بتبقى ماسكة ثلاث سلطات في البلد؟ في سلطة تشريعية، وفي سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. يبقى أنواع السلطات في البلد: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. طيب التشريعية دي بنقول اللي بتشرع القوانين أو بتحط القوانين، وده اللي بيمثلها أو اللي بيقوم بالدور ده هو مجلس النواب اللي شفنا صورته في السؤال اللي قبليه. يبقى السلطة التشريعية اللي بتسن القوانين ده اللي بيقوم بيها مجلس النواب. طب نيجي للسلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية دي هنلاقي فيها ثلاث حاجات. السلطة التنفيذية دي اللي بينفذ القوانين دي مين؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. يبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. يبقى التنفيذية فيها ثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. السلطة القضائية فيها القضاء اللي هو القاضي، ماشي؟ تمام. يبقى أنا عندي في البلد ثلاث سلطات عايزين نحفظها: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. التشريعية مجلس النواب، والتنفيذية ثلاثة: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء. نروح للمهمة التانية. المهمة التانية عايزة تركيز شوية يا أولاد. تعالوا نشوف السؤال. بيقول لي أمامك بعض الصور لبعض أماكن التراث، صنفها لأماكن تراث ثقافي وتراث طبيعي. طيب أفكر أصحابي اللي هم إيه، نفرق بين تراث ثقافي وبتراث طبيعي. تراث طبيعي ده حاجة ربنا ادها لنا أو خلقها لنا وإحنا بنستمتع بيها وشكلها جميل، بس ربنا اللي خلقها مش إحنا اللي عملناها، فده تراث طبيعي من خلق الله. تمام. التراث الثقافي ده حاجة إحنا عملناها وبنيناها من زمن بعيد أو قريب، بس إحنا اللي بنيناها. تمام، يعني الناس اللي هي اللي بنتها. فده كده نفرق بين طبيعي، ده من خلق ربنا، هو اللي خلقه هو اللي عمله، يبقى احنا مالناش دخل فيه، ده طبيعي، تراث طبيعي. اما التراث الثقافي فهو من صنع الانسان، انسان عمله بقى، ماشي. تعالوا نشوف يا ترى القطعه دي المتحجره دي زي قطعه خشب وبقى لها زمن كبير اما اتحجرت وخدت الشكل ده، يا ترى احنا اللي عملناها ولا ربنا اللي خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اسمها تراث طبيعي. فاحنا يا اصحابي هنكتب عندها طبيعي، يعني تراث طبيعي. تمام. طيب يا ترى قاع البحر ده بالاسماك بتاعته دي، بالكائنات دي والاشكال دي والنباتات اللي جوه في قاع البحر دي، احنا اللي عملناها ولا ربنا؟ ربنا طبعا، انا سامع اصحابي بيقولوا. هتبقى طبيعي ولا ثقافي؟ لا طبيعي. تمام، يبقى دي طبيعي ودي طبيعي. ننزل للصورة اللي بعد. تعال نشوف المبنى ده. المبنى ده احنا اللي عملناه، احنا اللي عملنا السور ده، او ناس مننا هم اللي بنوه، فيبقى احنا اللي عملناه. يبقى طبيعي ولا ثقافي؟ يبقى ثقافي، ما دام احنا اللي بنينا الحيطه دي وبقت بقى لها زمن كبير يبقى ده ثقافي. نيجي للمكان ده، القلعه اللي هناك دي، القلعه اللي هناك دي اتبنت لوحدها ولا الانسان اللي بناها؟ الانسان اللي بناها، يبقى تراث ثقافي، ما دام احنا اللي عملناه يبقى ثقافي. الله، شلال الميه الجميل ده وشكل الميه نازله كده، احنا اللي عملناها؟ احنا اللي عملنا الميه دي ولا ربنا اللي بعت لنا الميه الجميله دي واشكالها الجميله دي؟ لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى، يبقى شكل دوت طبيعي، تراث طبيعي. طيب الهرم، الهرم ده لقيناه لوحده كده ولا الفراعنه اجدادنا هم اللي بنوه؟ اه طبعا، الفراعنه اجدادنا هم اللي بنوه، ما دام انسان هو اللي بناه يبقى تراث ثقافي. التراث ايه؟ ثقافي. عرفنا دلوقتي الفرق بين الطبيعي والثقافي. تمام، نشوف السؤال الجاي بيقول ايه. السؤال بيقول لي، هنديني بعض اسئله كده وانا هشوف الاجابه بتاعتها معاكم.
رقم واحد، ما أهمية محمية رأس محمد بالنسبة للاقتصاد المصري؟ أهمية محمية رأس محمد، دي مكان اسمه محمية رأس محمد، وده مكان للزيارة وللسياحة، مكان جميل جدا. ايه أهميته للاقتصاد المصري؟ رقم واحد، زيادة الدخل القومي، بيدخل فلوس كتير لمصر. اتنين، توفير فرص عمل الشباب، في ناس كتير من الشباب بيروحوا يشتغلوا في الأماكن السياحية دي. ثلاثة، مصدر للعملات الأجنبية، لما يجوا الزوار السواح ويزوروا الأماكن بتاعتنا دي بيسكنوا في فنادق وبيدخلوا مطاعم وبيشتروا تحف وحاجات، كل ده بيدخل عملة أجنبية للبلد بتاعتنا. طيب، هل يوجد في محافظتك منطقة تراث؟ هل هو تراث ثقافي أم تراث طبيعي؟ السؤال ده بيسيب الفرصة لابتكارك أنت. طب أنا مثلا هختار إني أنا إيه، من محافظة الجيزة. أنا من محافظة الجيزة، طب عندي إيه في محافظة الجيزة؟ عندي أهرامات الجيزة العظيمة وأبو الهول، تمام. طب دوت إحنا اللي عملناه ولا ده حاجة طبيعية؟ لا، الإنسان اللي عمله، الفراعنة اللي عملوه، يبقى تراث ثقافي ولا طبيعي؟ لا، تراث ثقافي. فهنركز الإجابة كده في 3 خطوات. ها، أنا محافظتي الجيزة، التراث الثقافي اللي موجود فيها هي أهرامات الجيزة، ده تراث ثقافي، تمام. ده طبعا لكل محافظة ممكن تقول حاجة غير التانية. يعني لو أنا قلت طالب قال أنا من محافظة الإسكندرية، يبقى ممكن يقول قلعة قايتباي العظيمة. طب قلعة قايتباي تراث ثقافي ولا طبيعي؟ تراث ثقافي، تمام. طب ممكن حد يقول أنا محافظتي الفيوم. طيب الفيوم فيها ايه؟ فيها وادي الريان، ودي رحلات كتيرة بنروحها لوادي الريان. طب وادي الريان دي عبارة عن جبال وعن مناطق فيها رمال وأشكال جميلة قوي، دي تراث ثقافي ولا تراث طبيعي؟ ها، الجبال والرمال احنا اللي عملناها ولا ربنا اللي عملها؟ ربنا اللي عملها، يبقى تراث طبيعي. يبقى بسيب السؤال دوت لإيه؟ لاسم محافظتك تقوله وتقول لي نوع التراث الثقافي. مش عارف تكتب، احفظ انا محافظتي الجيزة وتراث الثقافي هو الاهرامات. دي سهلة جدا انك تحفظ الجملتين دول. رقم 3، ما منطقة التراث التي تود زيارتها ولماذا وما نوعها؟ تعال نشوف هنا. هو صاحبي هنا مجاوب معايا اجابة جميلة، قال لي منطقة اللي هي أنا أحب أزورها منطقة محمية رأس محمد، أو دي منطقة طبيعية طبعا، فالتراث يبقى طبيعي. طب ليه؟ عشان فيها مناطق نشوف الشعاب المرجانية، الشعاب المرجانية تحت المية وبيبقى ألوانها جميلة، فهنلاقيها في محمية رأس محمد، ودي تراث طبيعي. ربنا طبعا خلق لنا المية الجميلة وتراث الشعب المرجانية اللي تحت، يبقى ده حاجة من صنع ربنا، يبقى ده تراث طبيعي. رقم 4، ماذا تعرف عن قائمة التراث العالمي وما فائدتها؟ تعالوا نشوف قائمة التراث العالمي ديت. ديت قائمة تابعة لمنظمة اليونسكو، ودي منظمة كبيرة جدا بتحافظ على التراث، وتضم الأماكن التراثية المميزة في العالم. دي بتضم الأماكن التراثية المميزة في العالم. طب إيه فائدتها؟ واحد، تساعد على معرفة المواطنين بتراثهم وحمايته، تعرفهم التراث بتاعهم وحمايته. اتنين، تعمق شعور المواطنين بالانتماء لمجتمعهم، تعمق شعور الانتماء. ثلاثة، تحفز دول العالم على اتخاذ إجراءات لحماية المواقع التراثية، تمام. دي اهي منظمة اليونسكو بتضم أماكن تراثية مميزة، وفايدتها بتعرف الناس بالأماكن دي وبتعمق شعور المواطنين بالانتماء وبتحفز الدول على اتخاذ إجراءات لحماية الإيه؟ المناطق الأثرية. الثالثة، تعالوا نشوف مع بعض المهمة الثالثة. بيقول لي أمامك مجموعة من الصور تعبر عن مجموعة من عصور تاريخية مختلفة، رتبها من القديم إلى الحديث. طيب أنا عندي دلوقتي عصور تاريخية مختلفة وعندي مجموعة صور، يا ترى مين القديم ومين الجديد؟ احنا هنختار الترتيب من القديم للحديث. أقدم صورة، أنا هوريكم الصور كلها كده،
هي الصور كلها أقدم صورة عندنا فيهم هي الأهرامات، أهرامات وأبو الهول. ده من كام 7000 سنة كده، دي حضارة الفراعنة، فهي دي أول صورة ودي أقدم حاجة ممكن نشوفها، لأنها إحنا بنرتب من القديم للحديث، فدي رقم واحد. رقم اتنين اللي هو المسرح الروماني في اسكندرية، فده برضو من الآثار القديمة، فهنكتب عنده رقم اتنين. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ده دير سانت كاترين، دير سانت كاترين برضو من الآثار ومن المعالم السياحية القديمة جدا. طيب رقم أربعة، رقم أربعة من الحاجات الحديثة شوية، مش قديمة قوي زي الأهرامات، فبنقول ده مجمع الأديان. آخر حاجة هيبقى رقم خمسة، السورة الأخيرة. تمام يا ولاد، كده عرفنا الترتيب بتاعهم منين، من القديم إلى الحديث. تعالوا نشوف هنا السؤال الجاي، ما أقرب معلم أثري إلى المنطقة التي تسكن فيها؟ تمام، هنا أنا بطلب منكم كل واحد بقى حسب محافظته ان هو يقول لي العلم الاثري اللي عنده، ويقول لي هو تراث طبيعي ولا ثقافي. انا حليت معاكم سؤال زي دوت في الجزئيه السابقه، وقلت لكم احنا ممكن نقول انا محافظه الجيزه، بفكركم اهو كان بالسؤال، وكان الاثر كان الاهرامات وابو الهول، ويعتبر تراث ثقافي. فانا عايزاكم بقى هنا انتوا كده تكتبوا لي في التعليقات حاجه زي دي كده، المحافظة ونوع المعلم التراثي، وهو تراث طبيعي ولا ثقافي. طب تعالوا نشوف كيف يجب أن تساعد في المحافظة عليه. طيب أنا عندي أثر سياحي، فأنا أحافظ عليه إزاي؟ رقم واحد، اتباع قواعد النظافة والأمان. تمام، ما رحش ألقي مخلفات أو ألقي أوراق أو ألقي أي حاجة جنب الأثر السياحي ده، خليه شكله جميل لما يجوا السائحين يلاقوه المكان نظيف وشكله جميل برضه. رقم اتنين، عدم لمس الآثار أو تلويثها، يعني في ناس بيقفوا جنب الأثر ويقعدوا يشخبطوا عليه بالقلم، يكتبوا اسمهم عليه، طبعا دي من الحاجات اللي بتأثر في الأثر السياحي بتاعنا. رقم تلاتة أهو اللي هو عدم الكتابة على الآثار، احنا لسه قايلينها إن هما ما يكتبوش على الآثار. أربعة، عدم تناول الطعام والشراب بجانبها، ناكل بقى كيس شيبسي، ناكل حاجة ونسيب الأوراق، المنظر مش هيبقى جميل، ده حاجة أثرية ولازم يكون المكان نظيف ولائق إن هو زيارة السواح إن هم يشوفوه بشكل جميل. رقم ثلاثة، كيف يمكنك أن تقنع الآخرين بزيارته؟ طيب أنا شفت المكان ده، أنا بروح أحكي عن جمال المكان ده، أنا شفنا الأهرامات وشفنا أبو الهول ولقينا شكلها جميلة وهي ضخمة قوي فأنا لما بتكلم بطريقة حلوة عن الأثر السياحي ده، الناس بتبقى عايزة تشوف المكان ده زي ما أنت شفته، هتروح المكان ده وتتفرج عليه وتعمل زيارة للمكان ده. فأنا هتحدث عن جمال ومميزات هذا الموقع الأثري. رقم أربعة، اشرح أهمية الأهرامات عند المصريين القدماء وسبب بنائها في غرب، وسبب بنائها يعني. طيب تعالوا نشوف مع بعض أهمية المقابر. كان في اعتقاد عند الفراعنة إن هي البعث بعد الموت، أو إن هم هيصحوا مرة تانية، فهم بنوا المقابر ديت لدفن الملوك ويحتفظوا بحاجاتهم علشان لما يصحوا تاني هيلاقوها موجودة، فهم اعتقادهم بالبعث ماشي، فبنوا المقابر دي لدفن الملوك وكل ما يحتاجونه معاهم في المقبرة. سبب بنائها غرب النيل، هي المقابر دي غرب النيل، لأنهم كانوا يعتقدون أن الحياة تبدأ في الشرق حيث يشرق النيل، فإذا مات المصري أوصى أن يدفن غرب النيل لأن الشمس تغيب.